مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الموضوع ديال سنة 12 سنة كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، اللي صراحة كان فيه مستجدات أول مرة كنسمعها من طرف الأخ ديالها. مشاهدينا الكرام، معايا محمد اللي هو الأب، غادي نشوفوا معاه مجموعة من النقط في الموضوع وكيفاش هاد المعطيات اللي تكلم عليهم الابن ديالو. السلام عليكم محمد، لاباس؟ كي دايره البنيه؟ السلام عليكم. بخير الحمد لله، كنشكروك اخ يوسف. الحمد لله بخير، كنشكروك، كنشكر الطاقم التقني وكنشكر الناس المغاربه كامل. الحمد لله الشكر، يعني دابا حاليا الحمد لله الوضع الصحي ديالها مزيان مع الناس ومع هذه بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. كان الحوار اللي فات داز معايا الابن ديالك، عطاني بزاف ديال الكلام اللي ما كناش نعرفوه. عطاني هاد كريم ملقب بلي بالوحش، عطاني عنصر الشبه في هاد الطفل اللي هو كيفاش هادشي؟ هادشي اللي كيقول الولد راه كله صحيح، هو دوك الناس اللي كانوا عندهم قالك نزاعات معانا ومع الوالده قديم، كان معاهم قديم ولا عاوتاني ما بقاش نزاع، عاود صوتوا لي المراه وصوتوا في هذيك الدعوه اللي قالوا حق راه حنايا 2007 بقيت مصوتين للمراه ومصوتين للوالده. هاد الوحش هذا اللي كيقول لي نيت المراه، هاد الوحش وهادي كان هو باقي ما مجوش. المهم راه كان مصوتوا نيت المراه وداروا تنازل، حنا اللي درنا لهم تنازل ماشي هما، خصهم يجيبوا التنازل اللي فيه الدعوه، اللي فيه الدعوة راه حنا اللي حزرونا بالناس وبكل شيء وبالأدلة بالناس باش حزروا نيت الوالدة والوالد الله يرحمه مسكين. وهاد الناس راهم هادشي اللي كيقولوا راه كل شيء منه وما منوش. الناس راه حنا وياهم لينا حنا خوت. هذا كريم الوحش راه ما كانش كيخرج من عندنا من الدار، مراته كيجي ديما سكران، كيسكر هو ولد اختو، ديما كنلقى هو ولد اختو سكراني، كنقول له يا كريم هادشي اللي كدير كتسكر تا ولد اختك شنو كدير في هادشي؟ قال لك المهم ولا كيهرب، ولا كيهرب مني، راه حس مني راه بدير مع البنت هذاك لاباش، ولا تصاحب هو وهذا اللي معتقلين دابا. وهو دي يوسف كانوا مصاحبين هو ولد اختو. المهم بقيت انا وياه، مراته كتجي عندنا وكذا، والمرض وهذه كيجيهم في الليل، غا مع يجيهم مع يجيهم يجي مع الصباح امه، وتجي مع العشيه، وتجي مع هذه، وحنا راه كنقولوا هذا الشيء اللي كنقول راه ولد عمها راه كتجي عنده يوميا، كتجي مراته هذه اللي كتقول عمري ما مشيت عندهم غير كذبت. والعواشر هذه مرت انا راه ليله 27 هذه، راه ما خاصنيش نكذب. هذه المراه ما كتخرجش من محلنا، وراهم كيضلوا في محلنا، وراه هذه ما كتجي هي كتجي هذه المراه عندنا ديما للدار، راه حرام عليا نكذب. بقيت انا هاد العواشر نولي قرد، لا كذبت على هاد الناس باين انا هاد الناس كنكذب عليهم. راه من نهار وضغطوا لي على الدراري وضغطوا لي على الوالده وضغطوا لي، ملي كنبغي نهضر انا كنلقى كلشي مضاغطين عليه، كنقول صافي خلي هاد اللومه ديال الوالد دوز، ومنين تدوز اللومه غنحضي راسي. وهاد الشيء هاد الناس راه لاباس ما سحرونيش، ما قتلونيش، راه لاباس، راه لاباس، ما داروش شي حوايج خايبين، ما قتلونيش انا وهاد العائله هادي. هي كاينه مساله اخرى ثاني ديال حنا شنو الوثائق والحل المدني وهذا، وتيقول لك البنيه ماشي 12 عام، عندها اكثر. كيفاش سجلتي ديك البنيه؟ امتى سجلتيها؟ والحل المدني فيها 1/1/2010، يعني صحيح عندها 12 عام، كيفاش وانت كتقرا الناس وكتعلق على هادشي؟ نهار هذيك البنيه هذيك النهار قيدتها في الجدر، اولا قيدناها في الجدر وما كانش عندي نيت الاحلام المدني، خيتها في الدار وخليت عاد مول الاحلام المدني، ومشيت انا نيت انا خدام نيت كنت عندي الكسيبه كندلع بها، وبقات هكاك هذاك الشيء. بقينا حتى زاد واحد الدري اخر بغينا ندير الاحلام المدني وصافي، وهزينا الدفتر وقيدنا وهزيناها غا من الجدر وقيدناها بالاحلام المدني. هذا الشيء اللي كاين. يعني ديك 12 عام صحيحه ولا صحيح؟ ما صحيحه؟ صحيحه، متاكد منها. ني راه كانت هي في الجدر، ماني ما كتشوفو كيشوفو التاريخ ديال 2018، راني ني هذيك ماشي راه ماشي عاد مقيده وعاد مسجله، راه لا يعقل هذا الانسان اللي غايضر. لقات الجلبه ديالها شوفيها بقى كاينه القديمه، عندها القديمه خويا، كاينه هنايا في المقام كانت ديك الجلبه وحده ولا هذه هي اللي عندها. المهم ما لا يعقل واش البنت اللي عنده 10 سنين و9 سنين وغاتمشي وغاتحطيه في الجدر، واش مول حد ضابط الحاله المدنيه ما كيعرفش؟ راه خاصك دعوه وخاصك تمشي دير دعوه وتقابل عليها وبان عاد تحط الدري. الا كنت غنهز انا الدري غا بحال ما اكون حطه وندير دري، راه ولاو الدراري ساهلين.
هاد الشيء راه كان حاطونا في الجدرة، ونهار جات هذاك الشيء وزاد واحد الدري اخر. ولدي راه دابا في عمره 4 سنين ولا 3 سنين ونص، راه هذاك فين حطيت عاد، راه عاد هزوها من الجدر وداروها في الحالة المدنية. هاد الشيء لا نعم، أنا وشكرا باقي عندي سؤال أخير. هو ديال واحد الكلمة قال لي الإم دي، قال لي هذاك الرضيع تيشبه لهذا الكريم، وأنت كتشوف الرضيع كيفاش، شو أنت كتعرف هذا الكريم كي داير؟ هذا كريم تنعرفه انا، كان قالوا لي الوحش راه قداش، وكانوا واحد هما اصلا مو كترافد عليه الوحش، ولدو تيقول ليه الوحش، مرتو كتقول ليه الوحش، بان هو هز هذيك الضربه ديال الوحش وبقات فيه، ما بحال ما هو كاينه، تبقى كيتمسك لينا انا وكيشوف مراته ويتبع مراته ويتبع امه ويتبع مراته. صافي قلنا راه حنا ولينا عائله، والمرض هذا ونسينا ذاك الماضي. لا احنا لما بقيناش كنتفكروا في ذاك الماضي اللي داز، ما كناش كنتفكر، ماشي شي مدابزه خايبه ولا شي كره باش غنكرهه انا، باش غنلصق لي انا بالعضي الله بنتي، انا راه كرامتي راه حسن لي من باش هذا اللصق انا بنتي بهذاك، باش هو اللقب ديالو باش يقولوا الوحش، هو باش انا ندير حقره الدعوه وكذا، وهذا الشيء غير كذوب، ما يمكنش هذا الشيء انا علبها ونمشي ندير فيك انا ولد ولا ندير فيك بنت، انا عارفه انا شي حرام عليا هذا الشيء. واش كاين هاد الناس راه غير الكذوب، راهم احنا بغينا غا داك الكذوب ديالهم يبان فيهم ولا يبان فيا. يعني مساله مازال ما جاوبتنيش، مساله ملي كتشوف انت الشبه، كتشوف الشبه تيشبه اخاي هذا مول الاولاد. فمو مني شان دريتي حل فمو، تا هو كان فمو ني محلول، وعندو هاد الشلاقه مرام طالعين ولدوني شان اخاي، يا ربي تسمح لينا والعواشر هادي، ولدوني شان فاتا كوبي ديالو كيشبه ليه 100%، واحد من هادو. مقبلين على الجلسة يمشي إن شاء الله في هذا الأسبوع. كنشكركم أخي يوسف و الجلسة الأسبوع. الجلسة إن شاء الله في هذا الشهر، إن شاء الله في شهر 5 في 40 إن شاء الله، لك عد القضاء إن شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لك، الله يفرج عليك يا ربي، شكرا لك، شكرا بزاف. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا بعض النقط في الموضوع شفناها مع محمد، مشاهدينا الكرام الملف بيد القضاء، مسألة لاديان هي اللي غادي تفصل في الموضوع مشاهدينا الكرام، ولكن بعض الخراجات الأطراف الأخرى له الحق في الرد وفي الجواب، لأنه هذا الأب يتكلم بحرقة على الإبنة ديالو، والقضاء في الأخير هو صاحب القرار. لاديان غادي يثبت من هو الأب ديال هذا الوليد. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف اوافيكم دائما بالجديد عما قريب. احنا مقبلين على الجلسه وغادي نشوفوا اخر تطورات في الموضوع. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.